موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كده أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمه الله. وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه في يوم القيامة حين يلقى أباه على وجه أبيه الغبرة والقترة. سويدات في الوجه، تغير الوجه إلى السواد، فيقول: يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك. فيقول: أي رب، ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ يعني أن يكون أباه مخزيا فيكون هو مبعدا. هكذا ظن، لأنه يظل يتألم كلما رأى صورة أبيه وهو يعذب. قال: فيقال انظر إلى ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلطخ، ذيخ يعني ضبع، متلطخ بعذرته، أي قد مسخ ضبعانا يعني، ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. أي فعند ذلك يتبرأ منه إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، ومسخه لكي لا يتألم إبراهيم صلى الله عليه وسلم من صورة أبيه وهو يعذب، نعوذ بالله من النار. وفي الحقيقة لا تعارض بين القولين، فإن إبراهيم تبرأ منه لما مات على الكفر في الدنيا، وكأنه وقع له رجاء يوم القيامة، إما بنسيان وإما برجاء تخصيص في أن يعفى عنه. ويقول الله عز وجل له: يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، ويمسخ بعد ذلك، يمسخ أبوه بعد ذلك ضمعا. وقوله إن إبراهيم لأواه حليم. قال سفيان الثوري وغير واحد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش
عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأواه الدعاء. وكذا روي من غير وجه عن ابن مسعود. وروى ابن جرير عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، قال رجل: يا رسول الله، ما الأواه؟ قال: المتضرع. قال: إن إبراهيم لأواه حليم. أرسل وضعيف، لكنه أحد المعاني المنقولة عن السلف. أما أن يكون حديثا مرفوعا فهذا الذي نقول أنه ضعيف. قال: ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام به، قال: المتضرع الدعاء. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال: هو الرحيم. وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة أنه الرحيم، أي بعباد الله. وقال ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الأواه الموقن بلسان الحبشة. وكذا قال الأوفي عن ابن عباس أنه الموقن. وكذا قال مجاهد والضحاك. قال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس: الأواه المؤمن. زاد علي بن أبي طلحة عنه: المؤمن التواب. وقال العوفي عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسان الحبشة. ذكرنا مرات أن قول بعض السلف كذا بلسان الحبشة أو بلسان الرومية أو بلسان النبطية يعنون به أن هذا مما اتفقت فيه اللغتان، إلا فالقرآن عربي مبين، ليس فيه ألفاظ، ليس فيه تراكيب أعجمية ولا كلمة أعجمية، إلا الأسماء الأعلام: إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ونحو ذلك من الأسماء الأعلام. يمكن أن تكون أو يعني هي غير عربية. قال: وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين: إنه أواه. وذلك أنه رجل كثير، أنه رجل كثير الذكر، كثير الذكر لله في القرآن، ويرفع صوته في الدعاء. رواه ابن جرير، في إسناده ضعف أيضا. قال سعيد بن جبير والشعبي: الأواه المسبح. وقال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. يعني سبحة ومسبح مصلي. وقال شفي بن ماتع عن أيوب: الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. هنا معنى الاستغفار. عن مجاهد: الأواه الحفيظ الوجل، يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. فإن معاني الزائدة على ما ذكره، على ما نقله ابن جرير، معنى المستغفر
والحفيظ الوجل الذي يذنب ويتوب ومصلي الضحى. ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه الله. وروى ابن جرير عن الحسن بن مسلم ابن يناق أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. أيضا فيه إرسال. وروى أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال رحمك الله إن كنت لأواه، يعني تلاء للقرآن. حجاج بن أرطاه مدلس وقد عنعنه. وقال شعبة عن أبي يونس الباهلي قال سمعت رجلا بمكة وكان أصله روميا وكان قاصا حدث عن أبي ذر قال كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه أوه أوه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. هذا القص مجهول. قال فخرجت ذات ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. قال هذا حديث غريب رواه ابن جرير ومشاه. أظنه يعني لم يعلق عليه يعني. وروي عن كعب الأحبار أنه قال إن إبراهيم أنه قال إن إبراهيم لأواه، قال كان إذا ذكر النار قال أوه من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. وقال ابن جريج عن ابن عباس إن إبراهيم لأواه، قال فقيه. قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير. وأولى الأقوال قول من قال إنه ادعى وهو المناسب للسياق، وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، فقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه في قوله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر، ولهذا قال تعالى إن إبراهيم لأواه. قصر ابن كثير رحمه الله في تلخيص كلام ابن جرير، فإن ابن جرير ذكر أن من كان دعاءً كان مستغفرا وكان متاليا للقرآن وكان مسبحا ورحيما بالناس، يعني ذكر أن ذلك من مقتضيات المعنى. كما ذكرناه قال ويعني قال وأصلنا التأوه هو التضرع والمسألة بالحزن والإشفاق، فكذا كان يكون خاشعا، يعني المعنى الدعاء يستلزم المعاني الأخرى التي فيها التضرع وتذكر النار والاستغفار وصحة اليقين والإيمان
وهذه المعاني الأخرى والخاشع. قال: وكل ذلك عائد إلى ما قلت، وتقارب معنى بعض ذلك من بعض، لأن الحزين المتضرع إلى ربه الخاشع له بقلبه ينوبه ذلك عند مسألته ربه ودعائه إياه في حاجاته، وتعتوره هذه الخلال التي وجه المفسرون إليها تأويل قوله إن إبراهيم الأول. يعني جمع هذه الأقوال وجعلها مستلزمة بمعنى الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.